السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الثالث الاعدادي. درسنا النهارده بيتكلم على دمين تريجنومتريك ريشوز او دياكيو تانجنت. طيب قبل ما نبتدي مع التريجنومتريك ريشوز ونعرف معناها، تعالى نتكلم عن يونت اوف ميجرنج انجل. كنا بنتكلم عن اليونت اوف ميجرنج انجل اللي هي كان اسمها ديجري. فكنت بقول ان الانجل دي وليكن مثلا الميجر لها 30 ديجريز. طيب انا عندي هنا من الديجري دي يونت اصغر منها اللي هي كانت مين؟ اسمها المينت. فقلنا عندنا هنا ان 1 ديجري equal to 60 مينت، 1 مينت equal to 60 سكند. يبقى العلامه دي اول واحده اللي هي علامه الديجري، دي علامه المينت، وهنا دي علامه السكند. فيجي لنا السؤال يقول لنا write the angle in degree، ويجيب لي السؤال بيقول لي 22 degrees 36 مينت and 48 سكند. عشان نحول ممكن نستخدم الكالكوليتر بطريقه بسيطه. كل اللي هعمله هكتب على 22 واضغط على زرار الديجري، بعد كده بكتب 36 واضغط على نفس الزرار اللي هو الديجري، بعد كده بكتب 48 واضغط على نفس الزرار. انا اول مره كتبته عندي هنا كان ايكوال ديجري، تاني مره هو قراه على اساس ان هو مينت، بعد كده اتقرا على اساس ان هو سكند. بعد كده بقول له ايكوال. لما بقول له ايكوال بيكتب لي نفس النمبر عندي بالديجري والمينت والسكند. لو انت ضغطت على زرار الديجري هتلاقيه اوتوماتيك بيحوله لك من ديجري مينت اند سكند لديجري، ويكون الانسر فيها ديسم. طيب لما نضغط عندنا هنا على زرار الديجري هتلاقي الانسر عندك بتبقى ايكوالز 22.61. في السؤال الثاني بيقول لي رايت ان ديجري مينت اند سكند، وبيقول لي الانجل عندي ميجر لها 45.18 ديجريز. عشان نقدر نحولها هكتب 45.18 وبعد كده بضغط ايكوال. بعد كده بنضغط على زرار الديجري هتلاقي الانسر عندك بقت ايكوال 45 ديجريز 10 مينت اند 48 سكند. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا اف ذا ريشيو بتوين تو كومبلمنتري نمبر از 7 تو 9 find in degree the measure of each of them. طيب تعال نشوف هنقدر نحل السؤال ده ازاي مع بعض. انا ما اعرفش لا الانجل الاولى ولا الانجل الثانيه. فليت the first one is equal to 7x and the second is equal to 9x. انا قلت ان الفيرست 7x والثانيه 9x لان الريشيو 7 to 9. طيب تعال نشوف هنحل ازاي. كان عندي هنا التو انجلز دول ار كومبلمنت. كومبلمنتري يعني معناه لو انا عملتهم الاثنين بلس تكون الانسر ايكوال تو 9. يعني معنى كده ان انا لو عملت 7x بلس 9x ذا انسر ويل بي ايكوال تو 9. طب ما تعالى نعمل سولفنج ايكويشن 7x and 9x ايكوال تو 16x از ايكوال تو 9 ديفايدد باي 16 ديفايدد باي 16 ذن x ايكوالز 45 اوفر 8. طب بس انا مش عاوز الاكس ده، انا عاوز الفاليو اوف ذا فيرست انجل اند ذا فاليو اوف ذا سكند انجل. يبقى نقدر نقول ان الفيرست انجل از ايكوالز 7 تايمز 45 اوفر 8. باي يوزنج ذا كالكوليتر ذن ذا انسر ويل بي 39.375 ديجريز. طب انا كده كتبت الانجل ان ديجري. لو انا عاوز اكتب الانجل دي ان ديجري مينت اند سكند، نضغط على نفس الزرار اللي هو زرار الديجري، هتلاقي عندك ان الانسر ايكوالز 39 ديجريز 22 مينت and 30 سكند. طيب لو انا عاوز اجيب السكند، ما انا عارف ان السكند عندي اللي هي كانت 9 تايمز 45 اوفر 8، هلاقي ان الانسر عندي بقت ايكوالز 50.625 ديجريز. بنفس الطريقه لو انا عاوز احولها لديجري ومينت اند سكند، هلاقي ان الانسر عندي بقت ايكوالز 50 ديجريز 37 مينت اند 30 سكند. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا if the ratio between two supplementary angles is 5 to 11 find the measure of each of them. بنفس طريقه السؤال اللي فات، انا ما اعرفش الاولى ولا اعرف الثانيه، فليت the first one is equals 5x and the second is equals to 11x. يعني ايه كلمه supplementary؟ يعني معناها their sum equal to 108. يعني معنى كده ان 5x plus 11x the first plus the second is equals to 108. طب ما انا اقدر اقول ان انا عندي 5x plus 11x اللي هي عندي 16x is equals to 108 divided by 16 divided by 16. معنى كده ان ال x by using the calculator it will be 45 over 4. يبقى معنى كده the first angle will be equals 5 times 45 over 4 by using the calculator it will be 56.25. يبقى لو انا عاوز احولها لديجري هضغط على زرار الديجري عندي فهيدينا 56 degrees and 15 minute and 0 second. تعال نشوف the second angle.
بنفس الطريقة هقول له عندي 11 times 45 over 4. By using the calculator the answer عندي هتكون 123.75 degrees. طب ما انا لو انا عاوز احولها لدجري ومينت اند سكند هنضغط على نفس الزرار يبقى انا عندي هنا 123 degrees and 45 minutes and 0 second. نشوف مع بعض فكرة جديدة في درس النهاردة. بيقول لنا هنا عندنا triangle ABC is the right angle triangle at B where AB equals 3, BC equals 4 and AC equals 5. Find sin A, cosine A and tan A. Sin C, cosine C and tan C. طب ايه معنى كلمة sin والcosine والtan؟ السين والكوزين والتان دول اسمهم the main trigonometric ratios. ايوه يعني ايه برضو؟ الترجنوميتريك ريشوز دي is the relation between the side and the angle in the right angle triangle. يعني عندي علاقة ما بين السايدز والانجل في الرايت انجل triangle. طب ايه هي؟ اول ريليشن عندي حاجة اسمها السين. طب السين دي لأي حاجة عبارة عن ايه؟ عبارة عن السايد which opposite to the given angle over the hypotenuse. طب والكوزين؟ equal the adjacent over the hypotenuse and tan equal the opposite over the adjacent. مش فاهم برضو، تعال نفهم مع بعض. انت دلوقتي عاوز sin A، فأول حاجة لازم احددها مين السايد اللي قدام ال A ومين السايد اللي جنب ال A ومين ال hypotenuse. ال hypotenuse ده دايما ثابت لأن هو السايد اللي opposite to the right angle. فأنا عندي هنا B is the right angle، يبقى السايد اللي قدامها ده هو ده ال hypotenuse. خلاص ده كده ثابت. طيب تعالى بقى نشوف انجل A مين السايد اللي قدامها؟ اسمه بي سي. لو انت مش عارف تطلع السايد اللي قدامها ازاي ممكن نستخدمه من اسم تراينجل. التراينجل ده اسمه A B C. انا عندي هنا انجل A بس السايد اللي قدامها اسمه بي سي، يبقى انا عندي هنا ده الاوبوزيت. طيب يبقى السايد اللي جنبها ده هو ده الادجيسنت. طيب تعالى بقى نشوف، انت بتقول لي هنا ساين A. ساين A ده اللي هو مين؟ اللي هو الأوبوزيت over the hypotenuse. الأوبوزيت اللي هو بكام؟ اللي هو ب 4 over the hypotenuse اللي هو ب 5. طب تعالى نشوف الكوزين. الكوزين اللي هو الأدجيسنت over the hypotenuse. الأدجيسنت عندي هنا ب 3 والهايبوتنيوس هنا ب 5. يبقى equal 3 over 5. الفكرة الأساسية تكون حافظ المين trigonometric ratios. لو أنت حافظها تقدر تعمل substitution. طب التان؟ التان كان عندي الأوبوزيت over the adjacent. الاوبوزيت اللي هو ال 4 over the adjacent اللي هو 3. طيب تعال نشوف مع بعض حاجة تانية. انت دلوقتي بتقول لي sin C. انت كده المرة دي بتتكلم على C، يبقى معنى كده ده خلاص ما عادش الاوبوزيت ولا ده كده بقى الادجيسنت. انا عندي C، يبقى C عندي هنا يبقى الاوبوزيت سايد اللي هو ال AB، يبقى ده كده بقى الاوبوزيت وده كده بقى الادجيسنت. انا بحدد اوبوزيت وادجيسنت على حسب الانجل. انت عاوز انجل مين هي اللي بنحدد لها الاوبوزيت والادجيسنت. طيب انت عندك هنا الساين اللي هو الاوبوزيت اوف ذا هايبوتينيوس. الاوبوزيت عندي هنا اللي هو 3 اوفر الهايبوتينيوس دايما ب 5، لان عندي هنا الهايبوتينيوس ده ما بيتغيرش. الاوبوزيت والادجيسنت بيتغيروا على حسب الانجل اللي انت عاوزه. طيب الكوزين، الكوزين اللي هو ذا ادجيسنت اوفر ذا هايبوتينيوس اللي هيكون عندك ال 4 اوفر 5. طب التان، ذا اوبوزيت اوفر ذا ادجيسنت اللي هو هيكون عندي 3 over 4. طيب تعال نلاحظ مع بعض حاجة مهمة جدا. لو خدت بالك من sin A وcosine C هتلاقيهم الاتنين زي بعض، وخدت بالك من cosine A وsin C هتلاقيهم الاتنين زي بعض. طب هو في relation ما بين angle A وangle C؟ انا عندي right angle triangle. measure of angle A plus measure of angle C equals to 90. يعني معنى كده لو كان عندي measure of angle A plus measure of angle C equals to 90، ايه اللي يحصل؟ sin الاولى لازم تبقى equal cosine التانية، او cosine الاولى equal sin التانية. يبقى ناخد بالنا من الموضوع ده. لو انا عندي هنا two angles sum لهم ب 90، sin الاولى لازم تكون equal cosine التانية، وكوزاين الاولى هي هيها ساين التانية. طب ناخد بالنا من حاجة تانية. انا عندي التان هنا عبارة عن ريليشن ما بين الساين والكوزاين. ايه هي؟ انا عندي التان بيكون ايكوال ساين اوفر كوزاين. يبقى في اي انجل لو انت عندك هنا التان هيبقى ايكوال ساين اوفر كوزاين، وهم دول المين تريجنومتريك ريشيز لازم نكون عارفينهم. الساين اللي هو الاوبوزيت اوفر ذا هايبوتنيوس، كوزاين ايكوال تو ذا ادجيسنت اوفر ذا هايبوتنيوس، tan equal to the opposite over the adjacent. عندنا relation تانية للتان اللي هي equal sine over cosine.
في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا ABC is the right angle triangle at A where AB equals 9, AC equals 12. Find sin B cosine B tan B and sin C cosine C and tan C. ده أول سؤال عندنا وبعد كده بيقول لنا بروبلم. طيب عشان نحل أول حاجة لازم أجيب السايد الثالث. طب السايد الثالث ده أجيبه إزاي؟ لو خدت بالك هتلاقي إن اللي ناقص عندك ده الهايبوتنيوز. طيب نعمل إيه؟ ما أنا عارف عندي هنا عشان أجيب الـ BC اللي هو الهايبوتنيوز هيبقى equals the square root of 9 square plus 12 square اللي هو بايثاغوريان theorem. By using the calculator then the answer will be equal to 15. يبقى أنا عندي هنا السايد ده كده بقى equal to 15. طيب تعالى نحل بقى أول سؤال. أنت طالب مني sin B cosine B and tan B. يبقى إحنا هنا بنتكلم على أنجل B. فين الـ opposite؟ ده الـ opposite. فين الـ adjacent؟ ده الـ adjacent. وكده ده عندنا بقى الـ hypotenuse. طيب تعالى بقى نشوف انت عاوز مين؟ عاوز sin B. طب ما sin B ده اللي هو كان ايه؟ the opposite over the hypotenuse اللي هو 12 over 15 divided by 3 equals 4 divided by 3 equals 5. لازم نتأكد عندنا ان الانسر في simplest form. تعالى بعد كده نجيب cosine. يبقى cosine B the adjacent over the hypotenuse اللي هو 9 over 15 by using the simplest form. يبقى الانسر عندي هتكون equals 3 over 5. tan B اللي هو the opposite over the adjacent 12 over 9 which equals 4 over 3. اهم حاجة عندي يكون عارف الساين والكوزاين والتان. الساين اللي هو the opposite over the hypotenuse, cosine the adjacent over the hypotenuse, tan the opposite over the adjacent. طيب تعال نكمل الجزء التاني. انت طالب مني sin C وكوزاين سي وتان سي. طيب ما احنا اتفقنا عندي ريليشن ما بين سي اند بي. السي ويل بي سام لهم ب 90 ديجري. يعني معنى كده ساين الاولى ايكوال كوزاين الثانيه والكوزاين الاولى ايكوال تو ساين الثانيه. يعني معنى كده ساين بي ايكوال تو 4 اوفر 5 يبقى كوزاين سي برضه هتبقى ايكوال 4 اوفر 5. كوزاين بي ايكوال 3 اوفر 5 يبقى ساين سي برضه هتبقى ايكوال 3 اوفر 5. الكلام ده لو كانوا في تراينجل واحد وسام اوف ذا تو انجل ايكوال تو 9. طب التان لو خدت بالك في السؤال اللي فات انا كان عندي هنا تان الاولى كان 4 اوفر 3 الثانيه بنجيب الريسبروكال المالتيبليكيتيف انفرس يبقى تطلع عندنا 3 اوفر 4. يبقى دي كده فكره حل السؤال. لو انا جبت ساين وكوزاين وتان للانجل الاولى يبقى سهل ان انا اجيب للانجل الثاني. طيب تعال نشوف السؤال الثاني طالب مننا ايه. بيقول لنا بروف ذات ساين بي كوزاين سي بلس كوزاين بي ساين سي ايكوالز 1. طيب هنبتدي مع بعض واحده. طالب ساين بي او ساين بي كانت ب 4 اوفر 5 تايمز كوزاين سي. كوزاين سي برضو كانت ب 4 اوفر 5 بلس كوزاين بي. كوزاين بي كانت ب 3 اوفر 5 تايمز ساين سي. ساين سي كان عندي 3 اوفر 5 يبقى هقول له ايكوال 4 اوفر 5 تايمز 4 اوفر 5 ايكوال تو 16 اوفر 25 بلس 3 over 5 times 3 over 5 equals to 9 over 25. لما نيجي نعمل لهم adding يبقى 25 over 25 which equals to 1. يعني معنى كده ان the left hand side equal to the right hand side. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا ABC is a triangle in which AB equals AC equals 10. يعني معنى كده ان عندي هنا isosceles triangle and BC equals 12. طيب تعرف الاول نرسم triangle. انا عندي isosceles triangle وبيقول لنا هنا ان ال AB equals AC الاتنين دول مع بعض كده equals 10. وبيقول لنا BC equals 12. ال BC ده كله على بعضه equals 12. بعد كده بيقول لنا AD is perpendicular on BC to cut BC at the point D. يعني لما نرسم من عندنا هنا AD كده هيعمل intersection مع ال BC at D وفي نفس الوقت هيكون perpendicular. طيب ما احنا عارفين حاجة ان ال perpendicular which drawn from the vertex angle of the isosceles triangle bisect the base. Bisect the base يعني معنى كده ان انا عندي divided in two equal parts. يبقى معنى كده ان ال BD هيكون equal 6 وال DC equal 6. بعد كده بيقول لنا هنا find sin B and sin C. طيب تعال نشوف هنحل السؤال ده ازاي. اول حاجة عندي بقول لك sense ان ال AB equals AC and AD
is perpendicular on BC, then BD equals DC equals 6 centimeter. أنا عندي هنا perpendicular from the vertex angle of the isosceles triangle يبقى معنى كده بيعمل bisecting للبيز. طيب نرسم بقى كده. أنا عندي two triangles دلوقتي. ال two triangle or two right angle triangle. أول triangle أدي A D B. السايد ده عندي هنا ب 6 وهنا ده ب 10. طب ما أنا أقدر أجيب ال A D. يبقى أنا أقول له عندي هنا then A D is equal. أو أنت جايب لي ده ال right angle يعني اللي مش موجود عندي one of the legs. يبقى أنا هعمل the square root of 10 square minus 6 square which equals to 8 centimeter. يبقى أنا عندي ده كده ب 8 centimeter. وادي التراينجل التاني. بعد كده A D C. هنا ده ب 10 وده هنا عندنا ب 6. طيب أول حاجة طالبها مني هنا بيقول لي ساين B بلس كوساين C. طيب أنا هجيب الأول ساين B. ساين B equals ساين B اللي هي الأوبوزيت أوفر ذا هايبوتنيوز which equals to 8 أوفر 10 يعني equals 4 أوفر 5. وبعد كده أنت طالب مني كوساين C. كوزين سي اللي هو ده adjacent over the hypotenuse. انا هحل عندي two triangle فصلتهم عن بعض عشان اقدر احل. فيبقى ال adjacent over the hypotenuse اللي هي هتبقى 6 over 10 which equals 3 over 5. معنى كده ان sin b plus cosine c equals 4 over 5 plus 3 over 5 which equals 7 over 5. طيب تعالى بعد كده نحل الجزء التاني. بيقول لي هنا find 10 angle c AD. C A D أو الأنجل دي. طب التان، التان اللي هو مين؟ اللي هو الـ opposite over the adjacent. يعني معنى كده إن التان أنجل C A D هيبقى equal الـ opposite اللي هو 6 over 8 which equals 3 over 4. طيب تعال نشوف question 3. بيقول لي find sin square plus cosine square. طيب أنا هحل الجزء ده هنا. sin c squared the opposite over the hypotenuse اللي هي 8 over 10. طب ما انا عارف ان 8 over 10 اللي هي equals 4 over 5. يبقى انا عندي هنا 4 over 5 to the power 2 plus cosine squared c. cosine c اللي هي the adjacent over the hypotenuse اللي هي هتكون عندي 6 over 10. طب ما انا عارف ان 6 over 10 دي اللي هي 3 over 5. يبقى انا هقول له 3 over 5 all to the power 2. طيب لو عملنا ده by using the calculator هتلاقي الانسر عندي بقت equals 1. يبقى الموضوع بكل بساطة انا بدأت اقسم two triangles وبدأت احل كل واحد لوحده. نعرف نجيب الساين والكوزين والتان. نراجعهم مع بعض. الساين اللي هو ال opposite over the hypotenuse. الكوزين the adjacent over the hypotenuse. التان opposite over the adjacent. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا A B C D is a quadrilateral in which A D equals 6 A B equals 8 measure of angle A equals measure of angle D equals to 90 and AD is parallel to BC. Find the length of DC. يبقى اللي مطلوب عندي هنا ان انا اجيب ال length of DC. طيب تعالى نبدا مع بعض الجيفن وعشان نقدر نحل. طيب انت بتقول لي ان measure of angle A equals to 90. طب ما انا عندي triangle ABD is the right angle triangle at A. يبقى نقول له هنا since ان measure of angle A equals to 90 degree and AB equals 8 where AD equals 6 يعني معنى كده then BD is equals the square root of all اللي ناقص عندي هنا الهايبوتنيوس يبقى المفروض ان انا اعملهم بلس يبقى 8 square plus 6 square equals 10 يبقى انا عندي ده كده ب 10. طيب تعالى بعد كده نكمل. انا عندي هنا ان الAD is parallel to BC او يبقى انا هبدا اقول له since ان الAD is parallel to BC. طب ايه اللي انا هستفيده من ده؟ ناخد بالنا مع بعض. احنا كنا قلنا في البارالل بستفيد ثلاث حاجات. الاف واليو والزد. الكورسبوندنج وانتيريور والترنيت. طب ما انا عندي هنا حرف الزد. يعني معنى كده measure of angle 1 equals measure of angle 2. يبقى then measure of angle 1 equals measure of angle 2 alternate. ده كله برضو ايه علاقته باللي انا عاوز اجيب الدي سي؟ انا بمشي مع جيفن واحده واحده عشان نقدر نحل. طيب احنا اتفقنا عندنا ان انا عندي حاجه اسمها trigonometric ratios. trigonometric ratios دي اللي انا اقدر اجيب بيها ريليشن ما بين السايدز والانجل اند رايت انجل تراينجل. طيب انا عندي هنا measure of angle 2 انا عارفها ان هي equal measure of angle D.
وعاوز اجيب الدي سي. الدي سي بالنسبه للتو ده يعتبر اوبوزيت، وعندي سايد تاني اللي هو الادجيسنت لان دي الرايت انجل. فايه الريليشن اللي موجود فيها الاوبوزيت والادجيسنت؟ تان. يعني معنى كده تان انجل 2 از ايكوالز سي دي اوفر بي دي. طيب ما انا عندي هنا ان انجل 2 ايكوالز انجل 1، طب ما الاثنين دول ايكوال، يعني معنى كده ان تان 1 ايكوالز، انا عارف ان تان 1 ده ايكوال ذا اوبوزيت اوفر ذا ادجيسنت اللي هو هيبقى ايكوالز 8 اوفر 6. طب ما انا عارف ان انجل 1 ايكوالز انجل 2، يعني معنى كده نقدر نقول ان السي دي اوفر بي دي از ايكوالز 8 اوفر 6. طيب ما احنا عندنا ان البي دي ايكوالز 10، يبقى انا اقدر اشيلها واكتب مكانها 10، يعني معنى كده ان السي دي هيبقى ايكوالز 10 تايمز 8 ديفايدد باي 6. By using the calculator then CD equals 13 and 1 over 3 centimeter. يبقى الموضوع بكل بساطة انا استخدمت الترجنوميتريك ريشيوز عشان اجيب الريليشن ما بين السايدز والانجل، وهو ده تعريف الترجنوميتريك ريشيوز. اخر سؤال في درس النهاردة بيقول لنا ABC is a triangle in which AB perpendicular on BC and E belongs to AC where DE is perpendicular on AC. EC equals 4 and ED equals 3. Prove that sin A cosine C plus sin C cosine E DC equals 1. طيب تعال نحل مع بعض السؤال ده واحدة واحدة. لو خدنا بالنا هنلاقي عندنا 2 triangles، واحد أنا عارف 2 sides فيه والتاني معرفش أي حاجة. فهبدأ من التراينجل اللي أنا عارف 2 sides فيه، هنرسمه بره كده. أدي هنا D وهنا دي الرايت أنجل E وهنا C. السايد ده عندنا 4 والسايد ده عندنا هنا 3. طيب ما انا عندي هنا 2 sides in the right angle triangle، نقدر نجيب التالت. يبقى هبتدي عندي هنا البروف ان انا اقول له ان triangle DEC ايه اللي موجود بقى؟ since ان measure of angle E equals to 90 degrees and DE equal 3 EC equals 4 then CD equals the square root of 4 squared plus 3 squared which equals 5. يبقى أنا كده جبت السايد التالت. طيب تعالى بعد كده نقدر نجيب ساين A. تعالى نشوف ساين A. طب أنا هنا ما أعرفش أجيب A لأن الـ A هنا في الترينجل الأولاني اللي هو الترينجل الكبير ده وما كانش عندي أي سايد، ده A B C. طيب لو خدنا بالنا هلاقي عندي هنا ان انجل سي ايكوالز انجل سي. ايوه دي هتفيدنا في ايه؟ طيب انا عندي هنا 2 انجل ايكوال 2 انجل، معنى كده ان الثيرد ايكوال ذا ثيرد وان، يعني معنى كده ميجر اوف انجل اي ايكوالز ميجر اوف انجل دي. يبقى لو انا عاوز اجيب ساين اي هي هي ساين دي. طيب نكتب الكلام ده ازاي؟ هقول له سينس ان انجل سي از كومن انجل and measure of angle CED equals measure of angle B equals to 90 degree then measure of angle D equals measure of angle A. يعني معنى كده sin D هي هي sin A. يبقى لو انا عاوز اجيب sin A هي هي sin D. طب ما sin D دلوقتي بكام؟ sin اللي هي the opposite over the hypotenuse اللي هي 4 over 5، يعني معنى كده هبتدي عندي بالساين اللي هو 4 over 5 times cosine C. cosine C cosine C اللي هو the adjacent over the hypotenuse اللي هي 4 over 5، يبقى أقول له times 4 over 5 plus sine C. sine C sine C اللي هي the opposite over the hypotenuse اللي هي تكون عندي 3 over 5، يبقى أنا عندي هنا 3 over 5 times cosine EDC. EDC اللي هي angle D. cosine D اللي هي the adjacent over the hypotenuse اللي هي هتكون 3 over 5. طب ما تعالى نشوف الكلام ده بكام. 4 over 5 times 4 over 5 اللي هي 16 over 25 plus 3 over 5 times 3 over 5 اللي هي 9 over 25. By adding it will be equals 1. يعني معنى كده ان left hand side equal to the right hand side.
وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.